بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في مستهل أعمال مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول المرئي والافتراضي الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة يوم 5 و6 أبريل 2021 ميلادي، بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. بدأ اليوم المؤتمر الأول لإدارة النفايات، طبعاً هذه يعكس أولوية إدارة النفايات في مصفوفة التخطيط الاستراتيجي لإدارة الدولة وأهميتها لتحسين جودة الحياة ومستقبل الأجيال. بإذن الله تعالى ينطلق المؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول 2021 في دولة قطر عبر التقنية المرئية، وهو يعتبر من أهم المؤتمرات التي تعقد خلال هذه الفترة، لما طبعا توليد دولة قطر من اهتمام بالغ في البيئة.